بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم بنناقش موضوع من المواضيع الكومن والامبورتنت especially in old age مع other conditions. النهاردة بنتكلم عن الاوستيوبروزس، اللي هو بنعني به بالتحديد هشاشة العظام. ما معناه وباختصار ان بيكون في نوع من ضعف في العظام بيتسبب عنه زيادة معدل الكسور. في محاضرة النهاردة بنتكلم بالتفصيل على نقط محددة اللي هي بعديها ممكن تجاوب على الأسئلة دي سواء في حياتك العملية أو في الامتحانات اللي بتشمل الآتي. أول الأسئلة: What is the definition of osteoporosis? What is the prevalence and importance of osteoporosis? الأول لما نبتدي بالتعريف، وبعدين عاوزين نعرف طب إيه مدى انتشار الأوستيوبروزيس وأهميته. بعد كده What is bone remodeling cycle؟ What is bone remodeling cycle؟ معلومة هامة related للفسيولوجي of bone، ودي اللي هيترتب عليها الديسكشن بعد كده على الباثوفسيولوجي اللي بيحصل مع الأوستيوبروزيس. What is the pathophysiology of osteoporosis؟ وبعدين بنتكلم عن What is the etiology of osteoporosis؟ ايه الأسباب المؤدية لهشاشة العظام؟ ده مدخل عشان نقدر نتكلم بعد كده عن How to treat osteoporosis. بعد كده بيلي What are the clinical features of osteoporosis؟ ايه البرزنتيشن اللي ممكن المريض بيجي بيه؟ What is How to diagnose osteoporosis؟ طريقة التشخيص، ازاي نوصل ل definite diagnosis that this patient has osteoporosis، كمقدمة للنقطة الأخيرة اللي هي how to treat osteoporosis. إذا ابتدأنا الأول بال definition، what is osteoporosis؟ Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass. Number two, microarchitecture deterioration of the bone tissue leading to enhanced bone fragility and an increase in fracture risk. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان الاوستيوبروزس او هشاشه العظام هو عباره عن مرض بيتميز بانخفاض او decrease في كتله العظام، بيصاحبه تدهور في تركيب العظام نفسه. الناتج بده البروبلم معاه انه بيحصل زيادة في خطورة حدوث كسور للشخص المصاب بالأوستيوبروزيس. يبقى إذا أنا بتكلم أساسا هنا على disease resulting in increased risk of fractures، زي ما هنشوف في الكلينيكال برزنتيشن ونفهم ليه حصل ده مع الباثوفيسيولوجي أو ذا أوستيوبروزيس. ده تمثيل للشكل اللي احنا شايفينه، ده بيمثل الفرق ما بين النورمال بون والأوستيوبوروتيك بون. بص عندي زي الشيء في الشكل ده، انا شايف جنبي في الابر فيجر اللي انا بشاور عليه دلوقتي، ده الهيلسي بون. الهيلسي بون طبعا انا واخد متاخد مقطع في وات از كولد كانسيلا سبون، اللي هو بيكون عباره عن بارز اوف بون سيبريتد باي امتي سبيسز. الملحوظ في الاوستيوبروزس في اللور فيجر ان السبيسز دي انكريز والبارز اوف بون الارياز اوف بون ديكريز. بيبان ده بصوره اوضح على الرايت فيجر. في الهيلسي بون موجود فيه زي ما قلنا البون سيباريتد باي بورز، بينما في الاوستيوبوروتيك بون النمبر والسايز اوف ذا بورز از انكريز. ده يمكن يدينا مؤشر ليه اطلق عليه الاسم اوستيوبوروزس. اوستيو من بون، طب بوروزس من كلمه بور، كلنا عارفين كلمه بور تعني فتحه. هو النورمال بون فيه فتحات صغيرة
سيباريتنج البون تيشو، هنا بيحصل ديكريز في البون ماس لدرجه ان بتبقى الفتحات دي انكريز، زي ما لو حبينا نقولها بتعبير دارج نقول كما لو كان اصبح البون فيه خروم او مخرم اوستيوبوروزس، في فتحات زياده عن المعتاد طبعا على حساب كميه البون الموجوده، وبالتالي صلابه البون دي بتقل ويبقى في قابليه لفراكشر ايفن ويز مينيمال تروما، زي ما هنتكلم بالتفصيل بعد كده. بعد كده هنتكلم على البريفالنس اند امبورتنس اوف اوستيوبروزس، ايه مدى انتشار الاوستيوبروزس وهل له اهميه، هل له ريزلتنج موربيديتي. بنجد الاتي، بنجد ان عندنا حوالي 33% اوف اول وومن اند 20% اوف مين aged more than 50 years have suffer will suffer or have have suffer are suffering from fracture at some point in their life. حوالي تلت النساء وخمس الرجال في السن الأكثر من 50 سنة بيتعرضوا لكسور. ده بيديني إجمالي عدد معين على مستوى العالم، بنجد حوالي 8.9 مليون 8.9 من 10 مليون فراكشرز بير يير، كل سنة في حوالي 9 مليون حالات فراكشرز في الجروب دي. وبنجد شيء مهم جدا هنا، إن أغلبية الحالات اللي بيحصل فيها فراكشر في السن ده بتكون الاندرلاينج كوز هو عباره عن ايزر اوستيوبينيا اور اوستيوبوروزس. في خلال دقيقه او دقيقتين هنتكلم بالتفصيل عن ايه معنى اوستيوبينيا زي ما اتكلمنا عن معنى الاوستيوبوروزس. بنجد ان الانتشار بتاعه مرتفع لانه بيأثر حوالي تلت النساء وخمس الرجال فوق سن الخمسين بيكونوا عندهم اوستيوبوروزس او اوستيوبينيا اللي بينتج عنها قابلية فراكشرز أعلى مع ما يصاحبها من مضاعفات. هنا بنتكلم عن نقطة أساسية نفهمها في الأول عن الـ what is called the bone remodeling cycle، دورات التعديل في البون دي فيسيولوجيكال بروسيس. نيجي نشوفها مع بعض كده، بنجد الآتي، بنقول إن إيه throughout life bone is being constantly resorbed and a new bone is being formed، ان بيحصل دايما في نوع من التكسير في اجزاء من العظم وامتصاص للعظم القديم في المكان ده، وبعدين يتم انشاء عظم جديد. ده عكس الفكره اللي هي العامه ان احنا دايما بنفكر في البون ان هو عباره عن استاتيك سوليد اورجن، ده شيء ثابت، ده عظم ايه اللي هيحصل فيه بالصلابه وبالشده دي، لا بيحصل تغيير دايما فيه من خلال وات از كولد البون ريموديلنج سايكل، دورات تعديل البون. ايه السبب فيها؟ هو بنجد باختصار هنا ان العمليه دي بتبقى عباره عن ان ريسبونس تو الستريسز بتاعه البون الويت بيرنج اللي بيحصل على البون طول الوقت مع تحميل الجسم الوزن الجسم على العظام بيحصل نوع من الدمج لاجزاء منها، وجزء منها بيكون ديو تو ايجينج. الدمجد بون لازم يحصل له ريبير عن طريق ريموفال وبعدين يبقى مكانه في نيو بون فورميشن. في شيء تاني، مساله الجروس، اذا بصلنا للسكال بتاع اي شخص في سن اليانج ادلت 20 25 وقارنا نفس الشيب اوف ذا سكال لواحد عنده 60 او 70 سنه، بنجد في اختلاف ظاهر. التعديل في شكل البون ده دي عمليه بون ريموديلنج اللي زي ما قلنا فيسيولوجيكال بروسيس. بنكمل النقطة دي بنقول إيه؟ إن عبارة عن local process affecting small areas by populations of cells called bone remodeling units، عبارة عن وحدات متخصصة في البون ريموديلنج أو إعادة التشكيل للعظام. مكونة من إيه الوحدات دي؟ عبارة عن الأوستيوكلاست اللي مننا بيرجع للهيستولوجي زمان، كنا بنتكلم عن أوستيوكلاست اللي هي بون ريزوربنج سيلز متخصصه بتطلع انزيمز تعمل ديسوليوشن للبون ماتريكس وبالتالي ري ابزوربشن لها. الفيرست ستيب هنا بتبقى عباره عن ايه؟ ان الاوستيوكلاست ريزورب البون اند ذن الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست دي اللي هي البون فورمينج سيلز عملها عكس الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست بتعمل ديستراكشن وريزوربشن للبون، بينما الاوستيوبلاست لاي اوت نيو بون. طبعا بيبتدي الاول ان بتعمل وات از كولد ان اوستيويد ماتريكس اللي هي عباره عن سبستانس وليس فيها كالسيوم فوسفيت، وبعدين يحصل لها اوستيفيكيشن بعد كده.
الشيء الثاني هنا بنقول ايه؟ الديوريشن بتاعت السايكل دي حوالي 100 دايز، تقريبا 3 شهور و10 ايام عشان يحصل كومبليت ريموديلنج سايكل لاريا من البون. الشيب اوف ذا بون مي اولسو تشينج از بون از ري ابزوربد ان وان لوكيشن بات ادد ان انذر. ده بيفكرنا باللي قلته من شويه، مساله التشينج في الشيب اوف ذا سكال وذ ذا ايج، او الانكريس في الويدث والسكنس اوف ذا بون مع الانكريزنج ايج. بالنسبه لنا زي ما قلنا ان البون ريموديلنج از ا ريسبونس تو الستريسز والسترينز امبوزد اون ذا سكيلتون باي جرافيتي. احنا لو افتكرنا ان المين فانكشن اوف ذا بون هي سبورت اوف ذا بودي اجينست جرافيتي، ما تقدرش انك الشخص يتحرك ويمشي ضد الجاذبيه الا طبعا بيتحرك بواسطه العضلات اللي هي مثبته على العظام. فهنا عندنا ان السترين بتاع الجرافيتي على البون ده بيكون الحافز الاساسي للريموديلنج. بنجد ان في عوامل بتاثر في الريموديلنج سايكل، اولها البي تي اتش الباراثايرويد هرمون سكريتد من الباراثايرويد جلاند. ده ايه تاثيره؟ ده بيعمل اكسلريشن للبون ريزوربشن، بينما ان الاستروجينز الفيميل هرمونز سلو داون البون ريزوربشن عن طريق انهبيشن للبرودكشن اوف ذا بون ايرودنج سايتوكاينز، زي ما قلنا الاوستيوكلاست سيكريتنج سبستانس ويتش ويل ديسولف البون ماتيريال قبل ما يحصل لها ريزوربشن. المساله دي بتبقى ريديوز باي استروجين. النقطه دي بالذات مهمه جدا لان هنجد ان في اكسلريشن للريت اوف اوستيوبروزس افتر مينوبوز، لما بيبقى في الافكت اوف اوستروجين اللي هو بينيفيشال ده بيبقى لوست افتر مينوبوز. بنجد تقريبا حوالي 5% اوف ذا بون ماس از ريموديلد. عدد البون ريموديلنج يونتس اللي في البودي حوالي 2 مليون 2 مليون يونتس. المسألة دي مسألة مستمرة طول الوقت، وهي تمثل عملية ريبير للدمج دبون وبرودكشن اوف نيو بون، بالإضافة إلى التشيب تشينج اللي بتحصل طبيعي مع ويز تايم. وهنا عشان كده بنقول ان الزبون از ريوت اند ريبيرد، لعملية تحديث واصلاح للعظام، وبالتالي فهي ضرورية. الاولد بون والدامج بون ريموفد باي ذا اوستيوكلاست ديورنج ذا فيز اوف بون ريزوربشن، ده اول فيز، وافتر اباوت 10 دايز الاوستيوكلاست بيحصل لها ابوبتوزيس اللي هو نفس السيلز دي ويل داي افتر دوينج اس فانكشن، وبعدين بيحصل بندخل في وات از كولد الريفرسال فيز. في الريفرسال فيز بيحصل انفيجن للاريا بمونوسايتس، اللي بعد كده بيبقى عندنا مكانها اوستيوبلاست اللي هي البون فورمينج سيلز اللي هتبتدي تعمل نيو بون فورميشن. طبعا بيبتدي اوستيويد وبعد كده يحصل له الاوستيفيكيشن اللي هو تو لي داون الكالسيوم فوسفيت اللي بتدي الهاردنس اوف ذا بون ماتيريال. دي الفيزز اللي اتكلمنا عليها بالترتيب، ريزوربشن فيز اللي هو الاول، يليه وات از كولد ريفرسال فيز بتدخل مونوسايتس على البون سيرفيس، وبعد كده الوات از كولد الفورميشن فيز اللي بيبتدي فيه الاوستيوبلاست لي داون الاوستيويد اللي بيحصل له بعد كده اوستيفيكيشن. في الشيب ده بيمثل لي اللي اتكلمنا عليه، دي اول مرحله اللي هي الاوستيوكلاست ديسولفينج اند ريزوربينج البون اللي بنقول عليها الريزوربشن فيز، وبعدين بيليها الريفرسال فيز بتبتدي يدخل مكانها مونوسايتس، بيليها الفورميشن اوف اوستيوبلاست في الاريا دي. دي مهمه عشان هنتكلم في التريتمنت هاو تو الاوستيوبلاست ار فورمد فروم برو اوستيوبلاست عشان تعمل لي لينج داون نيو بون. يبقى دي 3 فيزز زي ما شايفين، ريزوربشن ريفرسال وبعدين فورميشن اللي بيليها مينراليزيشن للبون. فهمنا النورمال فيسيولوجي اوف ذا بون ريموديلنج. نيجي هنا للباثوفيسيولوجي، ايه اللي بيحصل في حالات الاوستيوبروزيس اللي بيؤدي للويكنس للبون ويزود اللايبيليتي تو فراكشر هنا. فبنجد ان البون ماس نورمالي انكريز ديورنج جروث تو ريتش اي بيك بتوين ذا ايجز اوف 20 تو 45 ييرز، but decreased after that in both male and female with an accelerated phase of bone loss after the menopause in women due to the estrogen deficiency. ايه الكلام ده معناه؟ معناه ان بيحصل
net boon increase up to age ما بين 20 to 45 years. طول الوقت انا عندي في تو بروسيسز، اوستيوكلاست ريموفينج بون واوستيوبلاست لينج بون، لكن النت افكت لغايه سن حوالي 20 ل 45 ان بون از ليد داون مور، البيلدينج اكتر من الدستراكشن، فبيحصل انكريز في البون ماس. بيستمر ده لغايه سن كام؟ من 20 ل 45 لغايه ما نوصل للماكسيمم بون ماس بالنسبه للشخص ده. بعد كده بيالي المساله دي بيحصل تشينج، التشينج ده في جزء منه ريليتد تو ذا ايج، ان يحصل ديكريز في البون فورميشن بينما البون ديستراكشن او ريزوربشن از جوينج اون، فبالتالي البون ماس تبتدي تقل، وده ريليتد للايج دي واحده، لكن ده بيبقى فيري اكسلريتد في الفيميلز لان about 45 to 50 years old بتبتدي المينوبوز مع loss of the endogenous estrogens اللي قلنا لها protective effect، وقلنا ان هي help with laying down bone، وبالتالي هيبقى في tendency زي ما هنشوف بعد كده to having osteoporosis more in females. وعشان كده في الاول خالص اتكلمنا قلنا ايه؟ قلنا الانسيدنس في الفيميل 33%، الانسيدنس في الميل 20%. Most of this increase incidence is after menopause. الجزء الثاني هنا اللي بنقول عليه ايه؟ ان بيشرح ليه اللوس اوف بون ويز ايجنج بيحصل. فبقول هنا اللوس اوف بون ويز ايجنج caused by imbalance in the bone remodeling cycle اللي هي قلنا عباره عن osteoclast against osteoplast. ليه؟ هنا بيقول the amount of new bone formed by the osteoplast cannot keep pace with the amount that is removed by the osteoclast. ايه اللي هنا طبعا قال في imbalance ما بين البون ريزوربشن والبون فورميشن. هنا بيوضحوا اكتر ليه البون فورميشن بيقل بالتحديد، قال لك بيبتدي يحصل تغيير هنا with aging ان البون مارو ستيم سيلز اللي هي السيلز اللي بيطلع منها بعد كده اوستيوبلاست بيحصل لها differentiation into adipocytes لخلايا دهنيه بدل ما تتحول لاوستيوبلاست. يبقى اذا الايج ريليتد اوستيوبروزس له سبب يكاد يكون فيسيولوجيكال. ليه؟ ان النورمال اوستيوكلاست ريموفينج اند اوستيوبلاست بروديوسينج بون ويز ايج النمبر اوف اوستيوبلاست بتقل. ليه بتقل؟ لانه البون مارو ستيم سيلز اللي هي بتكون اوستيوبلاست بعد كده بدل ما يحصل لها ديفرنشيشن لاوستيوبلاست بيحصل لها ديفرنشيشن لاديبوسايتس الخلايا الدهنيه ما بتقومش بالوظيفه دي، وبالتالي البون فورميشن بيقل while the resorption is going on، فتبتدي البون ماس تقل بالتدريج مع الايج. وعشان كده لما هنيجي نتكلم في الدايجنوزس هنتكلم عن حاجه اسمها ايج ريليتد ديكريز في البون ماس اللي بنعتبرها فيسيولوجيكال، دي بارت من نورمال بروسيس اوف ليفنج. الشكل ده بيوضح اللي احنا اتكلمنا عليه، دي البون ماس على الفيرتيكال اكسس اجينست تايم على الهوريزونتال اكسس، بنجد ان البون ماس از رايزنج انتل وي ريتش ا ماكسيمم، الماكسيمم ده بيكون حوالي اراوند 40 years old. وبنلاحظ هنا كمان ايه؟ البون ماس اعلى في الميل باللون الازرق واقل منها البون ماس في الفيميل. من عند ال 40 45 بيبتدي البون ماس تقل في الميل وفي الفيميل، بس لاحظ هنا ان الريت اوف ديكريس في الفيميل باللون الاحمر ده ماتش مور رابيد زين الميل، لان بيبقى في لوس هنا للاستروجينز وبالتالي الانابوليك افكت اوف استروجين از لوست، البون ريزوربشن از جوينج اون، فتودي البون ماس تقل اكتر في الفيميل وعشان كده الانسيدنس عندهم بيكون اعلى من الميلز. بنيجي هنا لايه الريسك فاكتورز؟ ايه الحاجات اللي تخلي الشخص اكثر قابليه لحدوث اوستيوبروزيس؟ فبجد عندي الحقيقه لسته طويله هنتعرض لها وبعدين هنقول ايه الاهم فيها. فعندنا في جينيتك كوز بتختلف من ان يكون يعني في بيحصل سيرتن ميوتيشن ممكن تديني افكت على الاوستيوكلاست او الاوستيوبلاست، المهم ان بيحصل ديستربنس للبالانس اللي اتكلمنا عليه وبالتالي يبقى في بون لوس. بعضها بيكون بوليجينيك وبعضها بيكون مونوجينيك يعني وان جين اونلي ريسبونسبل. طبعا يوجوالي از اولوز الجينيتك كوز بتكون يوجوالي رير كوز. في عندنا اندوكراينال كوز ودي تهمنا لان بنشوفها كتير، حالات الهايبوجونيديزم ده فيري امبورتنت لان التستوستيرون والاستروجينز والبروجسترون ار انابوليك هرمونز هيلبنج بون فورميشن،
فلو في لوس لده بسبب هايبوجوناديزم ضعف في افرازها، في الحاله دي بيحصل ديكريس في البون فورمينج، وبالتالي بيتغلب البون ريزوربشن والبون ماس تبتدي تقل. ده فيري امبورتنت كوز. حالات الهايبر ثايرويدزم، لان بالتحديد مع زياده نشاط الغده الدرقيه، الثيروكسين معروف ان هو كاتابوليك هرمون، وبالتالي هيزود البون ريزوربشن. حالات الهايبر باراثايرويدزم، من لحظه احنا لما اتكلمنا على البون ريموديلنج سايكل قلنا ان البون لوس اكسلريتد باي ذا بي تي اتش، ده اللي هو نفسه الهرمون اللي موجود في الباراثايرويد جلاند، والهايبر باراثايرويدزم بقى فيه انكريز ده اكتيفيتي، وبالتالي هيبقى فيه مور بون لوس. في حالات الكوشنج سندروم، الكوشنج سندروم ده برضه فيري امبورتنت، رغم ان هو رير لكن مهم ان نفهمه، لانه ريليتد للكورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويدز وان فيري امبورتنت كوز، مش عشان الكوشنج سندروم ولا هو اوريدي رير كوز، لا عشان الدراجز اللي هنستعملها ككورتيكوستيرويدز. دي جروب. عندي جروب تانية الانفلاماتوري ديزيز ان جنرال، سبيشالي الانفلاماتوري باول ديزيز، الانكلوزنج سبوندلايتس، الروماتويد ارثرايتس، لان معروف ان كرونيك انفلاميشن ديكريز اور سلو داون اول الانابوليك بروسيسز، يبقى المين امبورتانس هنا للديفنس ميكانيزم على اعتبار لو كان السورس بتاعها انفكتيف بروسيس. نيجي للدراجز، ودي فيري امبورتانت، عندنا اهمهم الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز وهنحط الليمتس لمده الاستعمال بعد شويه بنتكلم عليها. الجلوكوكورتيكويدز يوز زي ما بنعطيه في البرونكيا الازمه فور اكزامبل، او في بعض حالات الكرونيك انفلاميشن منها قد يكون الروماتويد ارثرايتس. عندنا كمان الجونادوتروفين ريليزنج هرمون، طبعا السبب واضح لان هو الانكريز اندوجينس سكريشن اوف كورتيكوسترويدز. عندنا الليفوثيروكسين ان اكسس، زي الاكزامبل احنا بنديه لحالات الهايبوثيروديزم، لو الدوز اكتر من المعتاد كان المريض تحول من هايبو لهايبر ثيروديزم، وقلنا ان الثيروكسين نفسه كاتابوليك هرمون. عندنا مهم جدا الالكوهول انتيك، ده ان ده هنتكلم عنه بعد كده في الموديفايبل فاكتورز. اكسس الكحول انتيك ولو اكتر من 3 يونتس بير داي يبقى فيه تندنسي مور تو اوستيوبروزس. عندنا كمان الهيبارين، الهيبارين يوز كرونيك يوز، وعندنا في جروب من البيشنت بتضطر لكرونيك يوز اوف هيبارين، اللي هم حالات الكرونيك رينال فيلير اون هيمو داياليسيس، لان بنستعمله تو بريفنت الكلوتنج اوف ذا داياليسيس سيركوليشن. الجروب الثانيه من الكوزس اللي هي الجاسترو انتستاينال، زي المال ابزوربشن، زي الكرونيك ليفر ديزيز، اللنج ديزيز زي السي او بي دي وزي السيستيك فايبروزس، في اذر كوزس سو ماني، مايلوما، الهوموسيستينوريا. في هنا بعضها مهم لانه مرتبط باللي قلناه، الانوركسيا نيرفوزا اللي هو فقدان الشهيه المرضي او النفسي ده، في لانه عاده بيصاحبه هايبوجوناديزم. الحاجه الثانيه برضو نفس السبب، الهايلي تريند اسيليتس، واحد بيلعب رفع اثقال بيجري في الماراثون، معروف ان الاسيليتس ان جنرال مع الاكسس اكتيفيتي بتكون البنادر فانكشن سبريست، وده اللي هيفسر لنا ليه بيبقوا معرضين رغم نشاطهم الرياضي ان يجي لهم اوستيوبروزس. في حاجات تانية منها ان لو البيشنت نفسه البون ماس بتاعته فروم ذا ستارت بتكون قليله، وده بيرتبط بديكريس بودي ماس اندكس اقل من 18%. الهيفي سموكينج امبورتنت كوز، لانه كان بي تريتد او بريفنتد على الاقل. ده اجمال للحالات اللي الريسك فاكتورز اللي مطلوبه. تلاحظوا ان هي مجموعات كتيره، فخلونا نركز على الموديفايبل ريسك فاكتورز. انا ما اقدرش اغير الجينيتك كونستيتيوشن للبيشن، لكن ممكن نغير في اللايف ستايل. زي ايه اللي عندنا الفيري امبورتنت لانها كمان كومن، اولهم السموكينج. وجدوا ان السموكينج له ديترمنتال افكت على البون ماس ديكريز اللي بيحصل مع الاوستيوبروزس، وانكريز في بالتالي في الفراكشر ريسك. جزء من ده لانه بيؤدي لايرلير مينوبوز، وجدوا ان الفيميلز اللي بتدخن بيبقى عندها المينوبوز بتحصل ايرلي، وزي احنا عارفين لما بتتوقف المنسز بيصاحبها ديكريس او ستوب للاستروجين اللي هو بنفيشال بالنسبه للبون ماس ان هي تنها مينتيند. الحاجه الثانيه اللي عندنا الهيفي الكحول انتيك، وجدوا ان هو من الحاجات اللي هي بتزود الاوستيوبروزس والفراكشر ريسك. وجدوا كمان ان المودريشن لو تيكن الكحول ان مودريشن does not increase the risk that much. و
وبالتالي هيكون من الادفايس بتاعتنا مودريشن انتيك لو ما كناش نقدر نقول كومبليتلي ستوبنج. بعد كده عندنا الهايبوجوناديزم زي ما قلنا. احنا بنركز على الثلاث حاجات دي اولا لان هي كومن، وبنركز عليها كمان لانها موديفايبل ممكن نغيرها. يعني واحد عنده هايبوجوناديزم حد ريبليسمنت هرمون، الميل بديله التستوستيرون، اللي في مد في ميل بدي استروجين اند بروجسترون، جلوكورتيكويد يوز ممكن كان بي ايزر ريديوس ذا دوز او ادي نوع من الفلكسز زي ما هنقول في الميديكيشن. الالكوهول اكسس ادفايس تو ديكريز ذا انتيك اور تو ابستين كومبليتلي. نيجي بعد كده للجروب منها اللي هي الجلوكوكورتيكويد انديوزد اوستيوبروزس. بنجد ان الريسك اوف اوستيوبروزس في البيشنت جيتنج كورتيكوسترويد ريليتد للدوز والديوريشن. وبالتالي وجدوا ان لو الشخص بيستعمل برودنوسولون بدوز 7.5 مللي جرام ديلي فور مور ذان 3 مانثس ذير از انكريزد ريسك. وبالتالي بيكون عندي هنا مكان ان انا ما كنتش حاضر اوقف الاسترويدز ان انا ادي بروفلاكس عاده من البيسفوسفونيس اللي هنتكلم عليها في التريتمنت. طبعا الرول بتاع الفورم تاني من الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الانهيلد جلوكوكورتويدز اللي اتكلمنا عليه زي في التريتمنت اوف برونكيال ازمه كان ديكريز ذا بون ماس لكن نوت سفيشنت تو انديوز اوستيوبروزس وبالتالي اكسبتابل بالنسبه لنا. ليه الجلوكوكورتيكويدز بتدي الافكت ده؟ ليه بتاثر على الاوستيوبروزس؟ لو قلنا ان هي بتعمل انهبيشن للبون فورميشن and causing apoptosis of the osteoblast and osteocytes. الابوبتوزس نقصد بيه what is called البروجرامد سيل ديث. ومعناه ببساطه ان السيلز دي زي بقيه السيلز اوف ذا بودي بيبقى في نوع من الانفورميشن انسايد ذا سيل ديسايدنج وين ذا سيل ويل داي. وبالتالي بنعتبره ايه؟ بروجرامد سيل ديث، ان هي محدد هتموت الخليه دي امتى. تاثير السترويدز هنا انه بيعجل بالمساله دي انه الابوبتوزيس اللي هو الناتشورال ديس بيبقى انكريزد معاه. وطبعا لما يقل الاوستيوبلاست والاوستوسايتس هتقل البون فورميشن ويبقى اكسليريتد بون لوس. ده بيختم محاضرتنا النهارده اللي ناقشنا فيها الاوستيوبروزيس. ارجو ان الشرح يكون واضح. اذا وجدت ان المحاضره كانت مفيده ما تنساش انك بتعمل شيرنج لاذر كوليجز وتعمل لايكنج للمحاضرة، ده بيساعدنا على أن نصل لزملاء آخرين. إذا ما كنت قمت بالفعل حتى الآن بالاشتراك في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، بتيجي لك تنبيهات لكل المحاضرات القادمة إن شاء الله. شاكر اهتمامكم، أرجو بشوفكم على خير في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.